كانت ليلة هادئة، ثم وقعت الكارثة. زلزال فاجأ البشر، لكن لعمق الأرض حسابات أخرى. تقترب الصفائح الأرضية الأوروبية إلى الأفريقية بمقدار 4 سنتيمترات في كل عام، تقارب أحدث ضغطاً على القشرة الأرضية، منطقة نشطة بالزلزال، ورغم ذلك توقع حدوثه مستحيل. بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أن يحدث زلزال بقوة معينة في منطقة معينة، هذا إطلاقا لا يمكن. في المغرب ضرب الزلزال على عمق 18 كيلومترا وعلى بعد 70 كيلومترا من مراكش غربا. أما فوق الأرض باتت المشاهد متشابهة، مبان لم تصمد بعد هزة أرضية بمقدار 7 درجات ضربت وسط المغرب. اتضحت الرؤية صباحاً، دمار على مد البصر ومئات الوفيات، أما الركام فيحمل في باطنه الكثير. المعلومات تقول إن ثمة أشخاصاً هنا. ما يمكنش أخويا، بقى مقطوع عنا الماء، مقطوع عنا الضوء، مقطوع عنا الطريق، مقطوع على الدراري للمدرسة. دابا بغينا نخرجوا غير والدينا، ما كاينش كيفاش نخرجوهم. شهدت المنطقة هزة أرضية عام 2004 وأيضاً في التسعينات، لكن يبقى هذا الزلزال هو الأعنف منذ قرن، قوة ودماراً. غيداء السالم، العربية.